في هذا الجزء سنتعرف على كيفية جمع والطرح باستخدام المعداد. عند القيام بعملية الجمع نقرب الخرزات المراد إضافتها إلى العارضة، بينما نقوم بإبعاد الخرزات المراد طرحها من العارضة. مثال: عندما إضافة العدد 1 نقوم بتقريب خرزة من الوحدات من الخرزات السفلية إلى العارضة. لطرح العدد 1 نقوم بإبعاد خرزة من الخرزات السفلية للوحدات عن العارضة. أما إذا أردنا إضافة العدد 5 نقوم بتقريب الخرزة العلوية الممثلة للعدد 5 إلى العارضة. كذلك لطرح العدد 5 نقوم بإبعاد الخرزة العلوية الممثلة للعدد 5 عن العارضة. في هذا المثال سنقوم بعمليتي جمع وطرح على المعداد. في البداية نقوم بتمثيل العدد الأول وهو العدد 33. لطرح العدد 23 نقوم بإبعاد خرزتين من العشرات عن العارضة، ثم إبعاد 3 خرزات من الأحاد عن العارضة. لجمع العدد 37 أو لإضافة العدد 37 نقوم بتقريب 3 خرزات من العشرات من العارضة، ثم تقريب 7 وحدات من العارضة، فنتحصل على الناتج 47.